في المرمى طابت أوقاتك. من الذي منع اتحاد جدة من المشاركة في دوري الأبطال؟ أسئلة كثيرة على طاولة عمر مسعود ضيف في المرمى. النصر يجتاز الوحدة بصعوبة ويضرب موعدا أمام غريمه الهلال في ديسمبر. الأهلي يفجر غضبه بسداسية في هجر ويمنح الرياضيين ديربي جديد أمام الاتحاد. ثلاثي العاصمة يسيطر على مقاعد القائمة المثالية والجابر الأفضل للمرة الثانية هذا الموسم. السلام عليكم. تأهل فريق الأهلي والنصر إلى نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي. الأهلي تفوق على مضيفه هجر بستة أهداف لهدف وتغلب النصر على ضيفه الوحدة بهدف لا رد له. فوز الوحدة اليوم 1-0. لا أبي يخلي يفوز النصر. أي لو هذولي مو مشكلة. ما يأثر على استقرار؟ لا ما يأثر على استقرار. ما في شيء اسمه فريق صغير الموسم ده. في مفاجآت واجد. بس أنا متفائل خير بالنصر. خطورة في الوحدة في مهاجمهم البرازيلي أتوقع. والله شيء في مصلحة الفريق سواء استبعاد حسين أو عودته أنا معها. بدون أي أجنبي الأساسي؟ لا طبيعي بالعكس يعني حنا نحسر من هذه الوحدة لكن مباراة زي كذا عادي. الصغير حضر قبل الكبير لمؤازرة النصر أمام ضيفه الوحدة الذي ارتفعت أيادي جماهيره القليلة في الملعب بالدعوات من أجله، والدعاء شمل الغائب بداعي الإصابة عبد العزيز الجبرين. الفرجة بدأت واللقاء الثاني بين الفريقين خلال الشهر الحالي بدا قويا في انطلاقته، حيث كان الوحدة على مقربة من التقدم في الدقيقة الثانية من خلال كرة لامست الشباك الخارجية. الدقائق التالية لم تحمل من الإثارة ما يذكر، وحدها الدقيقة 16 فرضت نفسها حين خطفت الجماهير عدسات الكاميرات موجهة رسالة لصاحب الرقم 16. الكاميرات تعود إلى مواقعها وخالد الغامدي في المشهد يحاول اقتناص الهدف الأول دون تحقيق ما يذكر. أداء الفريقين ما زال متحفظا والوحدة حاول كسر الحواجز النصراوية لكن الدفاع في المكان المناسب. في الجهة الأخرى عوض خميس يمرر كرة تصل بدقة لخالد الغامدي بيد أنها اعتلت المرمى، كانت هذه الفرصة الأخطر. أما الأهم فهي تمريرة حسين عبد الغني التي كان في استقبالها محمد السهلاوي، والأخير لم يفكر مرتين فسجل من أجله ومن أجل الجبرين. في الشوط الثاني بادر الوحدة في سبيل العودة إلى أجواء المباراة وعمر هوساوي ينقذ الموقف. عوض خميس يختار الحل البعيد والكرة لم تسكن الشباك في مشهد لم يتكرر كثيرا من طرف الوحدة. السوري جهاد الباعور قريب من التسجيل، المحاولة ضاعت. الوقت المتبقي استمر بإضاعة النصر للفرص وهدف وحيد كان كافيا لإكمال صورة دور الأربعة بتأهل النصر لملاقاة الهلال ديسمبر المقبل. ويلتحق بنا إعلام من الرياض الكابتن صالح المطلق الدولي السابق. صالح أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. رأيك الفني أولا عن مجمل المباراة قبل أن أدخل في أسئلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مبروك لفريق النصر وفريق الأهلي. الجماهير بشكل عام موعودة إن شاء الله في مباريتين قمة وأيضا في مباراة نهائية قمة. يعني ما في شيء كثير الحقيقة في المباراة يذكر خصوصا الشوط الأول. نعم. يمكن عندي أربع نقاط إذا سمحت لي أبدأ فيهم ولا تفضل بعد تفضل سنة. لا تفضل صالح. شوف الهدف الأول اللي سجله السهلاوي، يمكن أنا تابعت بعد ردود
الفعل عندنا أو التعليق على هدف السلاوي، والكل أشهد فيه وأشهد في تمركز وقراءة السلاوي، هذا صحيح. ولكن أنا شخصيا الحقيقة أقول نصف الهدف هو تمريرة أو عرضية حسين عبد الغني، العرضية اللي هي تسهل المهمة بالنسبة للمهاجم وتصعب المهمة بالنسبة للمدافع، هي نفس التمريرة اللي بررها الشوط الثاني ليما للبعور، ولكنه ما تصرف معها البعور بشكل جيد. فهنا نقول أنه نصف الهدف يجير أيضا أو يشارك فيه حسين عبد الغني في هالمباراة هذه، هذا واحد. الشيء الثاني موضوع أنه اللاعب، يعني خلينا نستفيد من المباراة هذه، أنه اللاعب أي لاعب أنه ما يمكن أن يطلع في المباراة بشكل هادي ومتزن بدون لا يخرج عن النص ويؤدي كل ما هو مطلوب منه ويستمتع في المباراة ويكون نجم أيضا، هذا شيء متاح. ومتى ما قرر اللاعب، بس يقرر اللاعب، فقضية أن اللاعب هذه طبيعته مثلا أو ما يقدر أنه يسيطر على نفسه، أنا أعتقد أنه هي صحيحة. فمباراة اليوم أكدت أنه بالإمكان، وأنا ما أحب أسمي وكذا لأنه تتكلم عن عبد الغني كابتن، أي لاعب أنه ممكن، أنا يعني ما أحب أسمي لأنه ما أحب أدخل يعني كابتن ما فيها شيء، يعني كابتن صالح ما فيها شيء، أنت قاعد تقول شيء إيجابية الآن مو سلبية يعني، فسمي أعرف، بس هي للجميع. لكن حسين يمكن في الفترة اللي راحت الحقيقة انقسموا عليه، الجمهور انقسم عليه ولا كان جيد الحقيقة، لأنه هو موجود في الملعب، مدامه في الملعب إذن يفترض أنه يستفاد منه، واللي برا يحاولون يحلوا الموضوع ما يزيدون الموضوع مشاكل. ممتاز. هذه ناحية، كلام جميل. الناحية الثانية نقطتين تخص مدرب النصر ونقطة تخص مدرب الوحدة. تفضل. خلينا نبدأ في الوحدة. يعني أنا ماني مقتنع حقيقة من كثير من القرارات اللي يسويها بعض المدربين في قضية أنه يتراجع بالفريق، يفقد كل إمكانياته هو بقراره بنفسه. هو أنت ليش تتنازل مثلا عن إمكانياتك أنك ممكن تسجل هدف وبعدين تحاول تدور عليها بعد ما يتسجل فيك؟ لو ما كان عندك الأدوات إمكانية حنا نعذرك. أنا أقول هالكلام مش عشان مضوي، هي تكررت في الدوري. ولو بغير نضرب مثال جميل يا بتال، حمد الدوسري ما يمكن، هو يحافظ على لعيبته وعلى فريقه، فمعطيهم كل شيء في الملعب وقاعدين يسوون كل شيء جيد، اللهم انهم ما يسجلون هدف، وان شاء الله انهم يسجلون اهداف في المباريات القادمه. نعم. ويتحصلون على مكان افضل منهم عليه. قضيه الروتيشن او التدوير هي موضوع ترى مهم جدا في القرارات اللي مثل هذه، لازم تكون محسوبه. انت يعني ما انت في نهايه موسم، ما انت داخل في مباريات مثلا عندك مثلا مناسبة أخرى مثلا في آسيا أو غيرها، والدوري في بدايته وعندك توقفات، فما في إرهاق للاعبين عشان تسوي تدوير الآن، خصوصا أنه في ناحية مهمة جدا النصر كان يبحث عنها الفترة القادمة وهي انسجام اللاعبين، وخصوصا دخول برونو، لأنه الكلام كثر عليه أنه لاعب ثقيل وأنه لاعب مو باللاعب المطلوب في النصر، لأنه كانت الأخطاء يعني تقع في مكان وتسمع في مكان وهو ضحيتها. في مباراة الأهلي الفورمة رجعت للفريق ككل، فالآن مباراة الوحدة كانت مناسبة جدا أنه يستمر على نفس التشكيلة حتى أنه يعزز المكاسب اللي حصلت في مباراة الأهلي. أنا ماني مع الروتيشن اللي حدث في المباراة هذه الحقيقة، ولكن كل مدرب له قناعاته. كابتن هي مغامرة، أنا خلصت نقاطي. نعم، هي مغامرة من زوران أمام الخليج، غامر نفس المغامرة كابتن وخسر، واليوم يغامر مغامرة أقوى، استبدل 7 لاعبين عن آخر مباراة، لم يشارك في ثلثي المباراة إلا باللاعبين المحليين ونحن في بداية الموسم. هل هي مغامرة رغم أنك تحدثت عنها، لكن أسأل هل هي مغامرة أو بماذا تفسرها أنت، خاصة أنه سواها قدام الخليج وخسر؟ صحيح. لا شوف بتال، انا بعض الاحيان احاول ادرس افكار المدربين ويعني واحاول اوجد مثلا مبرر، فانا قاعد جبت لك سردت لك قبل شوي ما هو المبرر انك تتخذ قرار التدوير. التدوير في وقت يكون في فعلا عندك مرهقين مجموعه كبيره من اللاعبين، هناك مناسبات متداخله مثلا، نقول عندك اصابات، ضامن 100% الفريق اللي امامك، لكن هذا كله ما كان موجود اليوم. صحيح. فقضية أو موضوع مباراة الخليج كاد أنه يتكرر اليوم. أيضا الناحية اللي أنا شرحتها قبل شوي واللي أنا أشوفها كانت مهمة بالنسبة لفريق النصر مباراة اليوم، هي مباراة الأهلي. مباراة الأهلي مباراة
يبتال يعني تستحق الإعادة مرة ومرتين وثلاث. الكرة كانت في الملعب، كل شيء فيها كان جميل. فأنت كمدرب لما توصل المرحلة هذه، أنا تضايق كثير لما أشوف مدرب لاعب أدى مباراة حلوة ومباراة اللي بعدها يكون في الـ في الـ في الاحتياط أو برا. يعني ما هو المبرر؟ ما هي الحكمة؟ الحين فريق ككل وصل لفورمة جميلة في المباراة الأخيرة، من المناسب أنه يستمر عليها الحقيقة. فأنا أكرر أنه أنا أستغرب القرار اليوم اللي اتخذه زوران، ولاني معاه صراحة. طيب كابتن، الحديث أيضا كثر، أنت علقت عليها في بسرعة عن عبدالغني، اليوم عاد بعد إيقاف نقدر نسميه انضباطي أكثر من كونه فني أمام الوحدة أيضا في الدوري وأمام الأهلي، اليوم عاد ولعب أمام الوحدة. عبدالغني أصبح رجل جدلي في النصر، هناك من يقول بأنه فنيا لا يستحق، هناك من يقول بأنه انضباطيا لا يستحق، هناك من يقول بأنه يهز وحدة الفريق. أنا بسمع رأيك الفني يا كابتن، ولو كنت مكان زوران هل هو جدير بالمركز؟ 100%. احنا عشان كذا انا قلت قبل شوي، وانا اخذت المباراه كمثال الحقيقه، ولقيتها فرصه اني اتكلم عن الموضوع هذا، وان كنت اعمم انا شخصيا اعمم باستمرار، ومعروف انا شخص اقصد حسين، بس الرساله توصل لحسين وغيره. شوف دائما نسال سؤال بتال، اوكي اللاعب ترى اللاعب يستمر، ترى على فكره مع احترامي كل لاعبين وانا لاعب ومريت المرحله هذه، والجمله ما هي ثقيله لكن هي في معناها صراحه، دائما اللاعب يستمر حتى يعتزل وهو في عقلية خلنا نقول الطفل، الطفل اللي يحب أنه دائما يدغدغ في المشاعر ودائما يمدح ودائما أنه كذا. لكن ما هو دورك أنت كجهاز فني وكجهاز إداري؟ لازم أنك تدرس الموضوع ولازم أنك تستفيد من اللاعب. وعلى فكرة حتى القرار التأديبي هو في صالح اللاعب في بعض الأحيان. جميل. وبالتالي أنا أشوف أنه اللي حدث في القرار الأخير، يعني أنا أشوف أنه قرار جيد صراحة من في صالح اللاعب، ويمكن مباراة نصائح اللاعب، يمكن مباراة اليوم ايضا اعطتنا مؤشر انه حسين استوعب الدرس فنيا. ما في كلام. انا اتمنى لو في لاعبين الان في مستوى الفني حق حسين عبدالغني. في خانته طبعا. شكرا جزيلا كابتن صالح المطلق. كان يعني انت عارف احنا لعبنا مباراة حقت قوية جدا مع شكار نادي الاتفاق، طبيعي احنا يعني حتى ما رحنا على مكة، جينا من الشرقية على هنا عسكرنا، ولكن اي رد الله يعني احنا الحمد لله في الشوط الاول في عندنا 4-5 فرص ضاعت محقق اهداف، والشوط الثاني نفس الكلام، النصر استغل الفرصة وجاب الهدف. نحتاج لعيبة اجانب على مستوى عالي بالامانة، نحتاج دعم مادي من تجار مكة واهل مكة لدعم الفريق. هذا اللي تعبت تدعو تجار مكة؟ انا تعبت، مو بس تعبت، تعبت من كل حاجة، بس لولا الوحدة ولا كان واحد راح جلس في بيته، بس عشان الوحدة الواحد مستحيل. ده اللي يحب النادي المفروض انه يوقف، اما اللي ما يحب خليه في بيته ولا يتكلم معانا عن النادي. كانت مباراة صعبة، الأهم أننا حققنا الانتصار ونحن سعداء بذلك. لا فرق بين لقائنا بالدوري والكأس، هناك نبحث عن الانتصار من أجل 3 نقاط، وهنا من أجل التأهل لنصف النهائي، ونحن نعمل للفوز دائما وحققنا ذلك. كان الأهلي أيضا قد منح محبي كرة القدم ديربي آخر بعد أن فاز على هجر وتقدم إلى نصف النهائي لمواجهة قطب جدة الآخر الاتحاد. بين هجر والأهلي 19 لقاء دون أي انتصار حساوي، اليوم اللقاء 20 بين بطل الثلاثية والفريق القادم من دوري الأولى. المحاولات الهجراوية غير الناجحة في الدقائق الأولى لحقها انضباط أهلاوي بحثا عن الانتصار ومواجهة الجار الاتحاد. بعد 16 دقيقة فهد حمد يسدد كرة قوية اصطدمت بمدافع هجر راضي الراضي قبل أن تعود وتصطدم بزميله الحارس نواف العتيبي وتسكن الشباك، هدف بنيران صديقة. هي تبغى تدخل، هي تبغى الشباك يا فهد حمد، ردت من الأول. وعند 22 أضاف السوري عمر السومة مهاجم الأهلي الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله مصطفى بصاص بقدمه في شباك هجر. ما هو فرحان عمر السومة، يقول حتى أعود بالفرحة الحقيقية. وتمكن السومة من تسجيل الهدف الثالث عند 36
بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد حمد. وواصل سومة تألقه ونجح في إكمال الهاتريك وتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 39. نعم إلى الرابع يا الله تدرس. في الشوط الثاني واصل الأهلي الهجوم وتمكن عبد الفتاح عسيري من الحصول على ركلة جزاء تقدم لها معتز هوساوي سجل من خلالها الهدف الخامس في الدقيقة 53. جول خامس للنادي الأهلي. وعند الدقيقة 69 اختتم المهاجم مهند عسيري أهداف الأهلي بتسجيله الهدف السادس عبر رأسية هزت شباك الحارس نواف العتيبي. وعند الدقيقة 73 تمريرة صالح العرفج تصل للمهاجم الغيني نامي سموه الذي انفرد بالحارس أحمد الرحيلي وتمكن من تسجيل هدف هجر الوحيد. بذلك تأهل الأهلي لملاقاة جاره الاتحاد في الدور نصف النهائي ديسمبر المقبل. مرتضى العلوي، العربية. نتحول بملف المباراة إلى جدة، من هناك حمزة إدريس اللاعب الدولي السابق المدرب الحالي. حمزة أهلا بك معنا، مرئياتك عن المباراة قبل أن ندخل إلى الأسئلة. بالتالي المباراة كانت من طرف واحد، يعني كان الأهلي هو اللي مسيطر فيها. أعتقد أن الأهلي اليوم خرج بعدة مكاسب مهمة بالنسبة لي، لأن الأهلي نعرفه أنه ما هو في حالة الطبيعية وملك لاعبين رائعين، لكن العطاء اللي بيقدمه في الفترة الأخيرة كان مهزوز، فكان يحتاج نوعية من نوعية هذه المباراة اللي تكسب الثقة، إعطاء فرص لبعض البدلاء لخلق المنافسة بين اللاعبين، التسجيل المبكر أو محاولة تسجيل عدد كبير من الأهداف. طبعا قبل هذا كله الفوز والوصول لنصف النهائي كان مهم جدا، حققها بشكل كبير. المباراة ما كانت قوية بالنسبة لي ولا بدنيا مرهقة، كانت صحيح. من طرف واحد هجر يعني لعب بإمكانياته، كان تركيزه على مسابقات دوري الدرجة الأولى، نتمنى له التوفيق فيها طبعا. بس بعد أحد أكيد يعني يصعد الثاني بعد ما أحد يصعد الأول، يعني هذا شيء مهم. فكانت مباراة بالنسبة للأهلي يعني مباراة معنويا اكتسب فيها أشياء جيدة. طيب يعني أحد متصدر يا حمزة وكل مبارياته فوز، إن شاء الله يصعد تنبسط أنت ناديك الأصلي إن شاء الله عشان كيف. طيب أكيد. نعم حمزة، يعني رغم السبع أهداف في المباراة خلينا نقول فنيا ما في شيء كثير نحكي عنه، لكن خلينا نحكي على هوامش المباراة. هل بدأ الأهلي يعود كأهلي جروس بعد ثلاث مباريات تحت إشرافه الآن؟ بالتالي صعب جدا إنه نحن نحكم على المباراة هذه. نحن شفنا الأهلي أمام النصر، كان عند الأهلي مشاكل واضحة، من أهم المشاكل عملية التسجيل واعتماده على عمر السومة دائما في إنهاء الهجمة. إذا ما سجل عمر السومة دائما الأهلي يعاني، ما بيقدر يسجل، وهذه مشكلة كبيرة. يعني يمكن استغل الفرصة دي وأوجه يعني كلمات لسلمان المؤشر. سلمان المؤشر لاعب رائع جدا، يملك إمكانيات عالية. مشكلة سلمان في حاجتين مهمة يفتقدها أو يحتاج إنه يطورها بشكل قوي وسريع. أتوقع لو طورها حيوصل لمصاف عالي في نجوم كرة القدم في السعودية. إنهاء الهجمة واللمسة الأخيرة يحتاج تطوير فيها في عملية التمرير. سببها هذا كله بالتالي من وجهة نظري أماكن طلب الكرة بالنسبة لي ما هو جيد، واللمسة الأولى لما بيستلم الكرة ما بيوجهها بشكل جيد، دائما يوجهها لمناطق صعبة، ما بيكون المرمى مفتوح أمامه، فيحتاج إنه يطور هذه الحاجتين. طلب الكرة واللمسة الأولى حيكون بشكل رائع. برضو الناحية النفسية مع الأهلي ولاعبي الأهلي بعد ما حققوا الانتصار والبطولات وبطولة الدوري أصبح المعنويات ما هي عالية بشكل كبير. صحيح. هنا حل جروس أعتقد اللي هو بدأ فيه هو إدخال البدلاء ومحاولة خلق منافسة بين اللاعبين. أحيانا اللاعب لما يلقى نفسه في الاحتياط بيبدأ يراجع حساباته بشكل أسرع ويبدأ ينسى كل الأشياء الجيدة اللي حققها في الموسم الماضي. وهذا موسم جديد كرة القدم، دائما الإنجاز السابق بتحتفل به وبينتهي وتبدأ تبحث عن إنجاز جديد. هذه بدأ جروس يعمل عليها بشكل تدريجي. جميل. طيب حمزة، اليوم كان الظهور الأول ولو أنه شارك في أجزاء بسيطة من مباراة النصر والأهلي لعبد الفتاح عسيري، واحد من يعني المواهب المهمة في الكرة السعودية، المواهب الصاعدة حتى نكون دقيقين، كيف شفته اليوم أو تحت ألوان الأهلي؟
صحيح يعني أنا بالنسبة لي عبد الفتاح واحد من المواهب القوية اللي نحتاجه حتى على مستوى المنتخب خاصة في في الفترة القادمة. طبيعة تغيير الجو والخروج من منافس لمنافس يعني حاجة صعبة بالتالي جدا إنك تخرج من فريق زي الاتحاد وتروح للأهلي ومن الهلال للنصر، تحتاج وقت طويل عشان تتأقلم مع الأجواء، وخاصة لما يكون بتروح لفريق قوي، فريق يملك لاعبين جيدين في نفس المكان اللي انت بتلعب فيه، تحتاج تقاتل بشكل قوي. عبد الفتاح اليوم قدم لمسات جيدة، كان عنده مجهود رائع، هو يملك الموهبة، يملك كل شيء في عالم كرة القدم، يحتاج وقت أطول، أعتقد أنه قادر أنه يحجز مكانه أو يقدم جزء مهم أو فائدة كبيرة للنادي الأهلي، لأنه لاعب مهاري يملك المهارة وخاصة في المساحات الضيقة، عنده القدرة على التسديد، عنده القدرة على صناعة اللعب، ممكن حيكون هو فتفة بالنسبة للأهلي، حيكون حلول قوية جدا إذا اكتمل الفريق ورجع الأهلي لمستوى العادي الطبيعي، حيكون عبد الفتاح من الأوراق المهمة لي، وقادر إنه يقدم يعني موسم رائع مع الأهلي متى ما الفريق كان في وضعه الطبيعي. إجمالا هذه السداسية تعبر عن قدرة الأهلي على المنافسة على لقب الدوري، طبعا هو الآن في نصف نهائي الكأس، بالتالي الأهلي يملك كل الإمكانيات أنه تخليه منافس، من الصعب جدا أنك تبعد الأهلي عن المنافسة حتى لو كان ما هو في وضعه الطبيعي وما بيقدم مستوياته العالية، لأنه هو يملك لاعبين مميزين، يملك لاعبين أقوياء جدا متى ما كانوا في وضعهم الطبيعي قادرين على اكتساح الفرق، فدائما من الصعب فريق زي الأهلي كان بطل تبعده عن المنافسة. نحن نعرف جميل. حتى في الدول الأوروبية دائما البطل بيعاني في الموسم اللي بعده، نحن نشوف في الدوري الإنجليزي ليستر سيتي كان بطل الآن في مراكز متأخرة جدا، دائما البطل يعاني في المراكز، والنصر برضو يوم حقق أول بطولة الموسم اللي بعده حقق البطولة لكن صحيح. كان في معاناة كبيرة الموسم اللي بعده، شفنا هبوط حاد في مستوى النصر وكان في مراكز متأخرة. الأهلي عنده قدرة أنه يرجع، إذا حاول أنه يرجع بشكل سريع عنده قدرة أنه يدخل في المنافسة، لكن لو طالت حالته في البعد عن مستوياته العادية ممكن الفرق تكسبه تفرق عنه في النقاط، خاصة في ظل إمكانيات الهلال والاتحاد. شكرا جزيلا حمزة إدريس. شكرا جزيلا حمزة. مواجهة الدور نصف النهائي في كأس ولي العهد ستكون بين الاتحاد والأهلي في 26 من ديسمبر المقبل، بعدها بيوم ديربي الرياض، الهلال والنصر في العاصمة. وقفتنا الأولى ثم نعود لنقول هل وقع اتحاد جدة في شرك مدبر لإبعاده عن دوري الأبطال؟ نائب الرئيس ضيفه في المرمى ويجيب. تدري متى تحس ان يومك حلو؟ لو طلبت درزن دونت ويعطونك اربعة زيها، ولما تشترك شهر في النادي ويقدمون لك خمسة بدالها، ويا سلام لما تمر تطلب قهوة قبل الدوام وتطلع معاك سبعة. أجل لو نقول لك إن سوا تعطيك أربعة وخمسة وسبعة أضعاف رصيدك، كيف بيصير يومك الحين؟ دانا من الطبيعة. كرجال انت دايما واضح بخياراتك، لما بشرتك بتحتاج العناية لا تغير المسيئة، جرب كريم نيفيا للرجال تمتص البشرة بثواني غير دهني، كريم مصمم خصيصا لبشرة الرجال لأنك رجال، هالكريم إلك. نيفيا للرجال الراعي الرسمي لفريق ريال مدريد، والآن بشرة أفتح مع كريم التفتيح الجديد من نيفيا للرجال. فرصهم في النجاة كانت محدودة، إما الموت من داعش أو الموت جوعاً في الجبال. اللي قلبوه ذبحوه، كان بنيتهم إبادة جماعية للطائفة اليزيدية. اليزيديون في العراق ما طول دواعش ورانا، إحنا مو مرتاحين، بين مأساة تستمر وظروف معيشة قاسية. ما أذينا أحد في حياتنا،
على كف عفريت. أنا بس ما زال ولدت يزدياني أبقى يزدي، عندي عادات وتقاليد وأعبد بالله مثل كل الناس. مهمة خاصة، السبت 9:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد، حتى تحول إلى جدة لملاقاة ضيفنا عمر أحمد مسعود نائب رئيس نادي الاتحاد. الآن حتى يجهز نذهب إلى الزميلة ديما السائح التي تقدم لنا القائمة المثالية للجولة السادسة. مشاهدينا عن القائمة المثالية التي صوت محللون الخمسة، كما سنرى بعد قليل لاعبو الاتحاد لأول مرة هذا الموسم، فيما انتزع النصر أغلبية مقاعدها. تمكن الحارس حسين شيعان من الفوز بمقعد حراسة المرمى بإجماع محللين، قدم مستوى ملفتا أمام الأهلي وحافظ على شباك النصر نظيفة في مباراته الثانية هذا الموسم. يجاوره في خانة الظهير الأيسر زميله عوض خميس بتصويت حمزة إدريس ومسلي آل معمر ابن 28 عاما، أثبت حضوره في مركزه الجديد واستطاع أن يوقف فيدفا ويساهم في الكثير من الهجمات النصراوية. برونو أوفيني انتزع ولأول مرة مقعد قلب الدفاع الأول. اللاعب البرازيلي قدم نفسه بشكل جيد في مباراته الرابعة هذا الموسم مع النصر، وأقنع أربعة من محللين للتصويت لصالحه عبر فرضه رقابة على السوري عمر السومة وإنهاء اللقاء لمصلحة النصر. تصويت أربعة من محللين أعاد معتز هساوي إلى خانة قلب الدفاع الثانية بعد غياب امتد ثلاثة أسابيع. أرقام اللاعب الأهلاوي تظهر 31 مواجهة ناجحة وتخليصا للكرة 16 مرة. للأسبوع الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم حافظ حسن معاذ على مقعده في خانة الظهير الأيمن. صناعته لهدف الشباب الوحيد ساهم في نيله أربعة أصوات. نواف العابد يعود إلى الوسط الأيسر بعد غياب امتد أسبوعا واحدا فقط لصالح الشبابي فرنانديز. صناعة اللاعب الهلالي لهدف فريقه الخامس ساهم في إعادته للقائمة بتصويت مسلي آل معمر وصالح المطلق. عبد العزيز الجبريين يظهر معنا لأول مرة. لاعب النصر قدم مستوى جيدا رغم مغادرته للقاء الأهلي في الدقيقة 58 متأثرا بإصابة تم تشخيصها فيما بعد بقطع في الرباط الصليبي. زميله في الفريق فيكتور أيالا يفوز بخانة محور الارتكاز الثانية، كتب باسمه هدف النصر الوحيد أمام الأهلي، عوض بها الجزائية المهدرة وطار بالنصر للمركز الثالث برصيد 12 نقطة. للأسبوع الثاني على التوالي يفوز الهلالي كارلوس إدواردو بخانة الوسط الأيمن. تسجيله لهدفين وصناعة آخر أمام الخليج دفع بثلاثة محللين للتصويت لصالحه. ننتقل الآن إلى خط الهجوم حيث فاز بالمقعد الأول مختار فلاتة، قاد فريقه للفوز على الاتفاق في عقر داره عبر تسجيله هدفين وصناعة آخر، انتزع على إثره فرسان مكة فوزا رفعوا به رصيدهم إلى 6 نقاط. محمد بن يطو يفوز بخانة الهجوم للمرة الثانية هذا الموسم. لاعب وفاق الصيف السابق سجل هدف الشباب الوحيد أمام الاتحاد، تقدم على إثره إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف إلى جانب المولد والشمراني.
التألق حسن معاذ ساهم في اختياره نجم الجولة السادسة، صوت لصالحه الحمادي وحمزة إدريس. إحصائياته تظهر 200 تمريرة وتمريرة واحدة منها حاسمة. للمرة الثانية هذا الموسم ينال سامي الجابر لقب أفضل مدرب لهذا الموسم. المدرب السعودي أبعد الاتحاد عن الصدارة بإلحاق الخسارة الأولى له هذا الموسم. الشباب رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع. صافرة المجري فيكتور كاساي تفوز معنا هذا الأسبوع. حكم مباراة الأهلي والنصر أشهر في اللقاء 5 بطاقات صفراء واحتسب ضربة جزاء واحدة. نعود إليك بتال. شكرا ديما. وهذه الوقفة الأخيرة ثم نتابع. هل وقع اتحاد جدة في شرك مدبر لإبعاده عن دوري الأبطال؟ نائب الرئيس يجيب. بعد أن وصلنا إلى العدد 1000 ما زلنا نحرق الجهل بالعلم، فالكلمات التي لا تأتي بهذا النهج كلمات خارجة عن القانون الفطري لها. الكتابة حرث جديد، الكلمة بذرته والجملة ثمرته. أحسن نواياك كي لا تسقط الكلمات في مواضع الشك وبراثن الريبة. لا تقاتل بما تكتب حتى لا تقتل بما تقرأ. كل كلمة تكتب ولا تبعث الحياة كلمة خائنة. انضم الحرف في سلك الكلمات لتكون جملة مفيدة. إذن اعدل بين الكلمات ليتوازن المقال. صحيفة مكة، متعة المعرفة. كرجال انت دايما واضح بخياراتك. لما بشرتك بتحتاج العناية لا تغير الموسيقى. جرب كريم نيفيا للرجال، تمتص البشرة بثواني، غير دهني، كريم مصمم خصيصا لبشرة الرجال، لأنك رجال، هالكريم إلك. نيفيا للرجال، الراعي الرسمي لفريق ريال مدريد. والآن بشرة أفتح مع كريم التفتيح الجديد من نيفيا للرجال. أهلا بكم من جديد. مارد آسيا اتحاد جدة لن يكون في النسخة المقبلة من دوري الأبطال بسبب عدم استيفائه شروط الرخصة التي تتيح المشاركة. أسئلة كثيرة سأطرحها على ضيفي من جدة بعد هذا التقرير. 35 مليون ريال حرمت الاتحاد من دوري أبطال آسيا، ديون، مستحقات، رواتب وأشياء أخرى، وصل مجموعها إلى هذا الرقم. هذا ما يجب على الاتحاد دفعه إلى لاعبين محليين وأجانب، وكلاء لاعبين، مدربون، أندية محلية وأندية خارجية. 35 مليونا تنقسم إلى جزئين، نحو 26 مليون يجب دفعها لجهات خارجية، لاعبين أجانب ووكلاء وأندية، و9 ملايين ريال للاعبين وأندية داخل السعودية. الاتحاد ليس أول من حرم من المشاركة في بطولة قارية استحق لاعبه المشاركة فيها، ولكن أسباب اقتصادية منعتهم. في أوروبا ومنذ عام 2011 بدأ الاتحاد القاري بتطبيق قانون اللعب المالي النظيف، والذي ينص على عدم السماح للأندية بأن تكون إنفاقاتها أكثر من دخلها، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، بينما يدخل الإنفاق والأجور سواء للاعبين أو العاملين بالأندية أو أي مبالغ أخرى لها علاقة بالنشاط الكروي. فبات على الأندية التي تأهلت للمنافسات الأوروبية إثبات بأنها ليس عليها ديون للأندية الأخرى أو للاعبين أو للضرائب أو تحت أي مسمى آخر، وإذا فشل النادي بتحقيق ذلك تتراوح الإجراءات المتخذة بحقه وبحسب المخالفة، تبدأ بالتحذير ومن ثم التوبيخ فالغرامة إلى حجب عائدات من مسابقات الويفا للأندية دوري أبطال أو دوري أوروبي، وفي النهاية الاستبعاد من البطولة الحالية أو الاستبعاد من البطولات المستقبلية. منذ تطبيق هذه القواعد تم منع العديد من الأندية من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي. عام 2014 غاب النجم الأحمر الصربي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بداعي تخلف النادي عن دفع أموال مستحقة عليه. 2012 ولنفس السبب
تم منع CSKA صوفيا البلغاري. بعدها شمل الحرمان أندية تركية عريقة كجلاتا سراي وبشكتاش ودينامو الروسي، بالإضافة لأندية من مالطا ومقدونيا ورومانيا. ولكن لم يسبق أن وصل أحد من كبار أندية القارة إلى الطريق الذي وصله حامل لقب دوري أبطال آسيا مرتين. رفيق الحلبة العربية. ومن جدة يلتحق بنا السيد عمر أحمد مسعود نائب رئيس نادي اتحاد جدة في مجلسه الإداري المكلف الحالي. سيد عمر أهلا بك معنا، سعيد باستضافتك وأرجو لك التوفيق وأن تكون خير عوض في والدك الذي رحل وترك الكثير من الذكريات الجميلة في نفوس الرياضيين وأذهانهم والاتحادين على وجه الخصوص. أرجو لك التوفيق في مسيرتك المقبلة. أسألك أولا، ماذا حدث ولن نرى اتحاد جدة بطل آسيا في آسيا؟ أولا مسي عليك أخوي بتال وعلى جمهورك الكريم، الله يرحم والدنا، إن شاء الله ربنا يتغمد بالرحمة بإذن الله تعالى. آمين. في البداية انتهز الفرصة وأحب أني أهني شباب منتخبنا الوطني على التأهل، وأقول لهم إن شاء الله الله يوفقكم ومنصورين بإذن الله تعالى، ويا رب كذا تفرحونا. بما يخص الرخصة الآسيوية، أعترف اليوم أنا عدم مشاركة نادي الاتحاد في بطولة آسيا ما هو الحقيقة بالأمر الهين لا علينا نحن كجمهور ولا كإدارة. فبالتأكيد اليوم يعني هذا الغياب خلينا نقول نغص على الكل، جمهور أو إدارة، لكن بغض النظر خلينا حتى عن الأسباب القاهرة لهذا الغياب، برضه يأخذها فرصة أعتذر اليوم أنا باسمي واسم أو نيابة عن مجلس إدارة نادي الاتحاد عن هذا الغياب خلينا نقول القصري، لكن بإذن الله نعوضكم وخيرها في غيرها نقول. نعم. هل تفضل كمل. لابد يعرف الجميع اليوم أنه يعني أنت إدارة مكلفة لمدة سنة، من الصعب عليك حقيقة أنك أنت تقدر تحل جميع الالتزامات اللي على النادي والديون اللي موجودة عن النادي. ما أقول لك نحن نعرف في السابق صحيح حجم الالتزامات هذه والديون اللي موجودة، لكن اليوم كمان حبنا ولاءنا لنادي الاتحاد يعني فرض علينا اليوم التواجد بجانب نادي الاتحاد، ويمكن هو اللي خلينا نقول يعني دفعنا إلى هذه المغامرة الصعبة. نعم هذا صحيح. ويمكن في البداية اللي دفعنا عليها والدي الله يرحمه، أنا ما أنسى يوم ما يعني بأسأله كيف وافقت، فابتسم وقال لي يعني إن شاء الله تتسهل بإذن الله. إن إحنا اليوم موقفنا بجانب النادي في الشدة، فمتى الوقت اللي اليوم إحنا نقدر نوقف فيه بجانب النادي؟ فبقول له أنت ضحيت بـ 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 بتاريخ، ضحيت بـ بـ باسم ذهبي، ضحيت ببطولات. فكان جوابه رحمة الله عليه إنها إن شاء الله تتسهل وربنا يوفقنا بإذن الله تعالى. إن شاء الله تتسهل لكم أنتم أيضا. الإدارة إن شاء الله بإذن الله. طيب خليني أسألك يعني أستاذ عمر، خليني أسألك سؤال مباشر، كيف خرجت هذه الديون الآن وأنتم سجلتم في الفترة الصيفية بسجل نظيف من الديون، وسجل ما أقول يعني خلينا نقول سجل نظيف من المطالبات مو من الديون، لأنكم جدولتوا وسددتوا وأجلتوا، يعني في قضايا كانت غير محكوم فيها تم تأجيلها، فكيف الآن ظهرت ديون ب 35 مليون فترة شهرين فقط؟ طيب أولا خليني أعطيك فكرة بسيطة. تفضل. أنت في فترة التسجيل الأولى كان أنت مطالب بتسديد اللي هي ديون 104 مليون اللي هي قصيرة الأجل المستحقة، إنك تنزلها ما دون 40 مليون. جميل. فنحن استوفينا الشرط هذا وقدرنا ننزلها إلى ما دون 40 مليون. لا زال في عندك مطالبات موجودة تحت 40 مليون. فهذه اليوم الـ 35 هي اللي تحت 40 مليون.
أنت قوائمك المالية إلى 30/6 وما سبق، هذه مجبر أنك أنت تسددها عشان تخش الآسيوية، ولكن في التسجيل في الفترة الأولى كان لابد أنك أنت تنزل من 104 إلى ما دون 40، ولابد أنك أنت تكون مسدد جميع القضايا اللي موجودة عندك في فض المنازعات. جميل جميل. طيب هل ما حدث، فبالتالي أنت اليوم هذه موجودة يعني ما هي مخفية، أي هل ما حدث اليوم سيد مسعود شرى يكون مدبر لإدارتكم، بمعنى أن تظهر مثل هذه الديون في هذه الفترة أيضا القياسية ومطالبات أغلبها لوكلاء اللاعبين، تكلم عن الثلث الأكبر لوكلاء لاعبين أجانب؟ نحن نقول إن شاء الله ما هي ما تكون مدبرة، وخلينا نحط حسن النية دائما موجود، وربنا يوفقنا بإذن الله إلى حل، سواء هي طلب يعني طلب فيها نادي الاتحاد في الفترة هذه أو طلب فيها فترة خلينا نقول لاحقة، في الآخر كلها هي موجودة على ظهر نادي الاتحاد. نعم، شو بتسوون في الفترة التسجيل المقبلة؟ ما تقدرون تبدلون أيضا لعيبة أجانب في ظل وجود هذه الديون؟ إن شاء الله منا للفترة هذيك بإذن الله، إحنا اليوم حاطين عندنا خطط خلينا نقول جزء منها قصير الأجل وجزء منها طويل الأجل، كله محاولة لمعالجة الديون هذه وتقليصها وتقليل أكبر قضايا موجودة على نادي الاتحاد. في عندكم خطة مالية واضحة؟ في خطة مالية إن شاء الله نقول واضحة، ولكن تنقصنا الموارد الكافية لتغطية الخطة هذه، وشغالين عليها إن شاء الله من اتجاهات أخرى. طيب طيب سيد مسعود أيضا بسأل عن التفاعل المجلس الشرفي مع هذه الديون المعطلة لمجلس إدارتكم، هل استنجدتم بالمجلس الشرفي؟ هل هناك حلول تلوح في الأفق لمعالجة الوضع قبل يناير المقبل؟ والله الحلول دائما موجودة، احنا ما حنوقف، حنحاول إيجاد حلول بكل طريقة ممكنة. في تكاتف من بعض أعضاء مجلس الإدارة وليس الكل. اليوم هدفنا إن شاء الله إن احنا بالعكس نجمع الجميع معانا في بصدد إن شاء الله يعني عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة لأعضاء الشرف. جميل. لنطلعهم على وضع النادي وعلى وضعنا الحالي وكيف ممكن يساعدونا به. نعم جميل. طيب هذه الديون الموجودة الآن بالنسبة لكم هي معترف فيها بالكامل أو هي أيضا تحتمل الطعن أحيانا أو بعضها؟ معترف فيها وبعضها ممكن يحتمل الطعن. الداخلية ولا الخارجية اللي تحتمل الطعن؟ في الاتجاهين سواء داخلي أو خارجي. طيب هل الديون الخارجية أيضا قد تذهب بالاتحاد إلى أبعد من عدم الحصول على الرخصة؟ أتكلم عن عقوبات قد تصدر من فيفا على سبيل المثال. والله ممكن طبعا، لأنه أنت بتتكلم على ديون متراكمة لسنوات سابقة نعم بعيدة، فإن ما كان في حلول في القريب العاجل ممكن تسبب لنا بعض المشاكل مع جهات زي الفيفا أو الاتحاد الآسيوي أو من هذا القبيل، ولكن إن شاء الله نحن حاطين جهدنا الكامل اليوم بإذن الله، وفي ورشة عمل كبيرة قائمة على هذا الموضوع لحلها في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى، وتقليص الديون والمشاكل كمان اللي على النادي في أقرب فرصة بإذن الله. هل تلقيتم خطابات من فيفا عن بعض القضايا المنظورة لديها أو محكمة كاس على سبيل المثال؟ نعم. في هذه الديون تحديدا؟ نعم. منظورة أو حكم الخطابات؟ في بعضها أحكام منظور وفي بعضها عليه أحكام، في بعضها منظور وفي بعضها عليه أحكام. طيب الأحكام متى موعد السداد؟ لأن بعد الأحكام إذا ما سددتوا في عقوبات مضاعفة جزائية وبعدين في خصم نقاط. ما يذكرني الآن مواعيد السداد، ولكن يعني إن شاء الله نحن شغالين عليها بطريقة إنه نحاول
نرد عليها قبل المواعيد الموجودة. جميل. هل هناك مشاريع استثمارية أو استثمار لجماهيرية الاتحاد بأي شكل من الأشكال للمساهمة في حل هذه الديون العالقة؟ نعم إن شاء الله في القريب العاجل حيكون حنطلق بعض الأشياء اللي ممكن الجمهور يساعدنا في حل خلينا نقول أزمة الاتحاد ونعديها بإذن الله معاهم. نعم. هل ستغادر الإدارة الحالية نهاية الموسم إذا لم تساهم أو لم تساعد أو عجزت حاولت وعجزت في حل هذه المعضلة الكبيرة في طريق الأصفر؟ والله أخوي بتال العلم عند الله، لكن نحن في الآخر إدارة مكلفة لمدة سنة. نعم. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا خلينا نقول في تقليص أكبر حجم من الديون الموجودة على نادي الاتحاد، وفي نفس الوقت لحل أكبر قضايا موجودة على نادي الاتحاد. جميل. سواء كملنا أو ما كملنا أقل إلا بعدنا يعني يكون عندهم رؤية سجل يعني ورؤية إن شاء الله تسهل عليهم أمور كثيرة. ما مدى تأثر الفريق الحالي الآن وهو في قريب من صدارة الدوري ومنافس كبير في الموسم، موجود في نصف نهائي الكأس وفي المرتبة الثانية في الدوري بفارق بسيط من النقاط، ما مدى تأثره بمثل هذه المشاكل وعدم المشاركة آسيويا على نفسيات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية؟ أنا أقول إن شاء الله ما يكون في تأثير كبير، يعني اللاعبين متفهمين للوضع وخصوصا انه متفهمين للوضع السابق للنادي. نعم. وعارفين انه هذه الاداره جات عشان لايجاد حلول. نعم. لانتشال النادي من خلينا نقول من الاوقات الصعبه اللي كان فيها. جميل. الحمد لله اللاعبين كلهم متفهمين لهذا الوضع وبالعكس انا اتوقع يعني نعم حيكون عندهم دفعه باذن الله لانه نحن نكون عندنا انتصارات محليه لكم. اكثر. أرجو لكم التوفيق. آخر سؤال، هناك اتصال تم بين شرفي اتحادي وشرفي من نادي كبير لحل هذه الأزمة مقابل انتقال بعض اللاعبين من الاتحاد تحديدا فهد المولد، هل من ضمن سياستكم أو توجهاتكم استراتيجياتكم حل هذه الأزمة عن طريق بيع النجوم، عقود النجوم بلا صح؟ نقول إن شاء الله لا، نحن ما عندنا استعداد أن نستغني عن أي لاعب موجود اليوم في نادي الاتحاد، وإن شاء الله الحلول تكون بعيدة عن هذا الشيء. أبدا غير مطروح الآن يعني أتحدث. أنا شخصيا ما جاني أي حاجة من هذا القبيل. لا، ولم يناقش في مجلس الإدارة. أنا شخصيا ما جاني أي شيء من هذا القبيل ولا نوقش في مجلس الإدارة. ما طرح أيضا من خارج مجلس الإدارة؟ والله ما عندي علم عنه بكل أمانة يعني أقول لك. نعم. شكرا جزيلا سيد عمر أحمد مسعود نائب رئيس نادي اتحاد جدة متحدثا عن الأزمة المالية التي عصفت بنادي الاتحاد ووجوب تسديد 35 مليون ريال للحصول على شرط أو لاستيفاء شروط الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري الأبطال. إذن دوري الأبطال بنسخته هذا العام سيفتقد أهم رموزه منذ إطلاق النسخة الحالية. مارد آسيا لن يكون هناك، لكنه يوما سيعود ويكون في رأس القائمة. ألقاكم.